مشاهدينا الكرام، سعدتم مساء وطابت اوقاتكم، مرحبا بكم الى لقاء جديد وعدد جديد من برنامج عين على الجاليه. لا يفوتنا في هذا اللقاء الا ان نهنئ انفسنا ونبارك للشعب الجزائري الانتصار في المباراة النهائية التي جمعته بنظيره التونسي، والنتيجة كانت 2-0. مشاهدينا الكرام، تحية رياضية هذا المساء، وباختصار شديد سيحضر معنا في انتظار الضيف الثالث الذي سيلتحق بنا بالاستوديو. لدينا هذا الفيديو من بارباس بالضبط ومن باريس، أجواء احتفالات الجالية الجزائرية بالمهجر، نتابع. إذن عندما نقول بأن الجالية جزء لا يتجزأ من الوطن الأم، مشاهدينا الكرام، هذا جزء من الاحتفالات، بحيث يشارك أبناء الجالية انتصارات الجزائريين داخل الوطن الأم. لمناقشة موضوع اليوم، مشاهدينا الكرام، أسعد باستضافة الأستاذ محمد هاني، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالبرلمان. الأستاذ محمد، مرحبا. شكرا، مرحبا. شكرا للدعوة، وبصفتي كنائب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وهني الشعب الجزائري وافتخر بالشبان اللي عادوا اليوم بالكأس من القطر، وهذه إشارة قوية يعني للشباب الجزائري كي تكون عنده الرغبة، ومبروك على الشعب الجزائري. شكرا، شكرا الأستاذ محمد، ويسعدنا أن تكون معنا دوما. كما يحضر معنا من باريس الإعلامي الجزائري المقيم بفرنسا علاء الدين بونجار. علاء الدين، مساء الخير ومرحبا. مساء الخير عبد الكريم، ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام، وهنيئا لنا وللجزائريين هذا اللقب الثاني للمنتخب الجزائري. علاء الدين، اسمح لي اغتنم فرصة وجودك معنا كصحفي رياضي سابق ومتابع للشأن الرياضي والسياسي في نفس الوقت، كيف تفسر الانتصار اليوم وبأي طعم، خاصة أن هذه الطبعة تختلف عن الطبعات السابقة؟ علاء: نعم، في الواقع المنتخب الجزائري كان الأحسن في هذه الدورة، واستحق من خلال اللاعبين. قد يعرف البعض المنتخب الجزائري بنجومه الذين يلعبون في الدوريات المحترفة، لكن هناك أيضا جيل جديد من اللاعبين الجزائريين المحليين الذين أثبتوا جدارتهم. طبعا المباريات لم تكن سهلة، جميع اللقاءات التي لعبها المنتخب الجزائري كانت لقاءات صعبة، حتى بالنسبة للمنتخب التونسي على نهنئه هو الآخر، لأن المنتخب التونسي أدى مباراة جيدة اليوم. الفريق الجزائري كان متعب، ولكن في النهاية استطاع أن يكون عملي وفعال أكثر من المنتخب التونسي، واستحق هذه الكأس بجدارة. وفي الواقع كرة القدم الجزائرية هي في تحسن كما ذكر الضيف في الاستوديو. الجزائريون عندما يتم إعطائهم الفرصة ويتم إعطائهم الإمكانيات وتوضع فيهم الثقة، يمكن أن يقدموا الكثير للجزائر، سواء على المستوى الرياضي، على المستوى الإعلامي، مستوى السياسي. أستسمحك على الطبية. الأجواء، نعم. الأجواء هناك باعتبار أنك موجود بباريس، ما شاهدناه الآن من دقيقة، أجواء تلخص وجود الجالية الجزائرية خاصة دائرة 18، يعني ما بين بارباس وستالينغراد وغيرها، إلى أن هناك قرار فرنسي يمنع الاحتفال وإبراز الراية الجزائرية. نعم، الاحتفالات التي شاهدناها في بارباس كان من المفترض أن نشاهدها في جادة الشانزليزيه، لأنه في قوس النصر هذه هو المكان الذي يتم فيه الاحتفال عادة من طرف أنصار الجزائريين، أو أي حتى الجزائريين الذين يشجعون المنتخب الفرنسي. فبالتالي السلطات الفرنسية ونظرا لبعض التجاوزات التي تمت خلال اللقاءات السابقة
السابقة، ونظرا أيضا للتجيش من طرف بعض الأحزاب السياسية. تعرف أن هنا في فرنسا هناك انتخابات رئاسية على الأبواب، هناك تجيش ونوع من التحامل على الجزائريين واستغلال فرصة الانتخابات من أجل انتقاد الجزائريين. فبالتالي السلطات كان هناك وجود أمني غير مسبوق، حتى في أيام السترات الصفراء لم يكن موجود هذا الكم الهائل من الشرطة التي طوقت جادة الشانزليزي. ولكن بالرغم من هذا كان حاول الأنصار المنتخب الجزائري الدخول إلى جادة الشانزليزي. بعض المواقع التي تتبع لأحزاب يمينية أو أقصى اليمين نشرت بعض الصور لمناوشات حدثت بين أنصار المنتخب الجزائري مع رجال الشرطة، طبعا لأنهم يمنعونهم الدخول إلى جادة الشانزليزي. لحد الآن لم يتم تسجيل أشياء سلبية، ولكن المواطنون الجزائريون في الخارج والجالية عبرت عن فرحتها وأطلقت جيد على الزغاريت للاحتفال بهذا الفوز. أردنا أن تنقل لنا الأجواء من فرنسا، لأن الجالية كما قلت وأعيد دائما أنها جزء لا يتجزأ من الوطن الأم. واللحظة يلتحق بنا كذلك الأستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية خارج. مرحبا أستاذ. مساء الخير، شكرا على ومبروك الانتصار. أكيد مبروك على الجزائر، مبروك على الشعب الجزائري، الشعب العربي الفلسطيني. نعم. وأيضا جاليتنا اللي اليوم أعتقد أنها تفتخر أي افتخار بانتمائها لهذا البلد العظيم، وأي فرحة في شوارع باريس وكل المدن الأوروبية عموما. شكرا الأستاذ بخروف. سيسرقنا الوقت أكيد اليوم في جو الانتصارات الجالية والموضوع الرئيسي للمناقشة. الموضوع باختصار أن الجالية الجزائرية يبلغ تعدادها ما يقارب 6 مليون أو أكثر بفرنسا. عندنا 2 مليون و 200 ألف نسمة لديهم الجنسية الفرنسية. السؤال، هل تتمتع الجالية الجزائرية بصفة ما يعرف بالجماعات الضاغطة؟ وهل بإمكانها لعب دور، ولا سيما عندما نلاحظ وجودها في عمق تجاذبات والمكونات السياسية الفرنسية والتأثيرات الإعلامية في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية التي ستجري في أفريل المقبل؟ لكي نبدأ النقاش مباشرة نستمع إلى أحد المترشحين والمعروف، الشخصية المعروفة والمثيرة للجدل، إيريك زيمور. Je pense que l'augmentation de la population, c'est d'abord l'immigration. Or, moi, je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à zéro, c'est-à-dire que je veux réduire l'immigration légale. Je dis bien légale parce que je pense que c'est ce qui me différencie de mes concurrents, en particulier de Mme Pécresse. Moi, je veux m'en prendre à l'immigration légale, arrêter le droit au regroupement familial, arrêter le droit d'asile, le réduire à quelques dizaines, voire quelques centaines de personnes. Je veux réduire aussi drastiquement le nombre d'étudiants étrangers. Vous savez qu'on est aujourd'hui à 275 000 entrées légales, sans compter le droit d'asile, il touche surtout des aides sociales. Et Madame Ventura, combien est le taux d'emploi des étrangers non européens? Il est à 45%. C'est-à-dire que nous avons 55% d'étrangers non européens qui ne travaillent pas, qui sont chômeurs ou inactifs, qui sont donc aux frais du peuple français. Il faut que cela cesse et donc que ces gens rentrent chez eux. Je propose aussi, d'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, que les gens chômeurs, les étrangers chômeurs, au bout de 6 mois, soient renvoyés chez eux. إذن كانت هذه مداخلة إيريك زيمور المعروف بهذا النوع، لأنه اليوم بعض من أعلنوا ترشحهم الانتخابات الفرنسية المقبلة في أفريل 2022 شعارهم مثل ما فعل هذا واليمين المتطرف لميجيلمون لزيترونجي إليزارب، المسلمون الأجانب والعرب. الأستاذ محمد هاني، باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالمجلس الشعبي الوطني، كيف تقرأ خطاب مثل هذا؟ عند سماع إيريك زيمور يعني ونعرفوا لابوزيسيون بوليتيك تاع السيد زيمور، يعني باين كلام تاع حملة انتخابية.
علاش نقول هذا الكلام؟ لأنه نعرف الحقيقة خاصة في فرنسا وجود 6 ملايين جزائري ومنهم 2 ملايين و200 ذو جنسية مزدوجة. نعم. صح في الماضي اللي فات يعني الجزائريين اللي كانت عندهم جنسية ما كانوش ينتخبوا، ما كانوش يمارسوا في السياسة، كانوا يعني مركزين في الجمعيات. نعم. ولكن الظروف السياسية الحالية والعلاقات اللي تربطنا بفرنسا عندهم كلمة، والكلمة الجزائرية خاصة ذو الجنسية يعني. نعم. عندهم كلمة تزن في هذه الانتخابات، وكي نسمع هذا الشعار يعني بوست إلكتورال بري إلكتورال بيتو، نكونوا متأكدين يعني الجزائريين اللي عندهم الجنسية الفرنسية مش حيخلوا الفرصة هذه. كيتكلم يعني لا ريدكسيون ليميغراسيون ا زيرو سي اون اوتوبي، جربوها قبل، جربوها كانت أحزاب متطرفة. نعم. يمينية جربوها، والشعار باين يعني تاع حملة انتخابية وبلا معادية لكل ما هو أجنبي، حقيقة المعادية كل ما هو إجنبي وكل ما هو اسم مسلمان. دونك لو لونغاج تاع إريك زمور سي كلير في فرنسا يعني. نعم. سوف تكون يكون رد فعل من طرف الجالية وخاصة الجزائريين. هذا كما نتمناه، وهذا ما دعا إليه سفير الجزائر بفرنسا عندما قال الفكرية لوفي دو كوموند، وهذه الكلمة التي أثارت بعض الطبقة السياسية الفرنسية. الأستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بالخارج، اليوم هذو اللي يملكوا لا دوب ناسيوناليتي ولا لي بي ناسيونو، يعني معظمهم أطباء، مهندسين، أدباء، كتاب، يعني النخبة إن صح التعبير لاكريم، بإمكانهم برأيك يشكلوا جماعة ما يعرف بجماعة الضغط في فرنسا وقلب موازين النتائج الرئاسية؟ نعم، على الورق يمكن هذا، نظريا يمكن هذا. لماذا؟ لأنه الجالية الجزائرية بما فيها مزدوج الجنسية أنا أعتبرهم مواطنين فرنسيين، يعني نفصلهم عن الجزائريين المقيمين في الخارج. نعم. أما المواطنين الفرنسيين فإن كانوا 200 أو أكثر، أعتقد أكثر من ذلك، لأن أبنائهم اليوم لم يتم تعدادهم يعني إحصائهم. نعم. لماذا؟ لأنهم لم يشاركوا في الاستحقاقات السابقة في الرئاسيات أو التشريعيات. نعم. لكن عندما نشوف خطابات مثل هذه ليست بجديدة هذه. نعم. أنا عندي أكثر من 3 عقود إقامة في فرنسا، وبالتالي صحيح مثل ما تفضل به الأخ، يعني كانت الممارسة السياسية للجالية كانت ضعيفة جدا. نعم. وبالتالي فكانت تميل خاصة الجيل الأول والجيل. نعم. الثاني. وكان تميل. نعم. لماذا؟ لأن الجيل الأول والجيل الثاني كانت وراءه، وكان وراءه سند هو الذي يوجهه للانتخاب، وفي وقت هذا السند اللي هو ودادية الجزائريين بأوروبا التي كانت سند أولئك المزدوجين الجنسية حتى يعني تعطيهم يمارسوا حقهم الانتخابي. نعم. وكانت حماية لمن لا ينتخب، وبالتالي فمثل هذه التصريحات المعادية للمهاجرين والمعادية للمسلمين والمعادية خاصة الجزائريين، وهذه ما ذكرهاش لأنه تراجع عنها بالمقارنة مع التصريحات الأولى اللي كان هدفه الوحيد هو مهاجمة الجزائريين. اليوم عرف بأنه مهاجمة الجزائريين سوف يدخله، وهو نفس الخطاب اللي اعتمدته مارين لوبان أكيد اليمين. لكن اليوم هو مارين لوبان، مارين لوبان تراجعت عن بعض ما كانت تصرح به من مواقف متطرفة. نعم. وأصبحت تعترف بالمسلمين في فرنسا وتعترف بالمهاجرين تحت شروط معينة هي تفرضها. نعم. لكنها لا تهاجم الجزائريين مثل ما يهاجمهم زمور. نعم. أعتقد أن مثل هذه الخرجات ما هي إلا لتخطيط لتحضير لما ما يمكن ان تسميته لسيرسو ريبوبليكا، يعني النقله الجمهورية. من اجل الا يمر مرشح اليمين المتطرف. اليمين اعود الى نقطه فقط. نعم. تفضل. نعم. سريع الوقت حتى نشارك على مزدوجين. نعم. الجنسيه. نعم. لماذا لم يكن لهم تاثير في السابق؟ يعني تاثير هما عندهم عندهم تاثير على ارض الواقع. نعم. لكن هذا التاثير لم يمارس من طرف السياسيين الكبار. لماذا؟ نعم. لان الجاليه كانت مبعثره، الوعاء هذا كان مبعثر بين اليسار وبين. نعم. اليمين. نعم. اعتقد ان اليسار الاول الذي حفز هؤلاء المهاجرين. نعم. الذين تحصلوا على الجنسيه للانتخاب هو فرانسوا ميتيرون. نعم. بعد ذهاب فرانسوا ميتيرون الكل كان يعتقد أنه يستمر مع التيار اليساري، لكنه تفاجأ بخروج بوجود جاك شيراك وجون ماري لوبان. سنعود إلى
سنعود إلى هذا إلى تلك المواجهة التي أوصلتهم إلى الدور الثاني، وأين لعب المهاجرون الدور الفاصل لفوز شيراك على جوماري لوبان. نذهب إلى باريس ليشارك معنا على دين بونجار. على برأيك الجالية الجزائرية اليوم بفرنسا وهذا العدد الهائل وتسمعت الضيوف هنا، هي في 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 صلب التجاذبات السياسية والإعلامية الفرنسية، ماذا يجب أن يكون في مقابل ما هو كائن اليوم لإشراكها كمقرر إن صح التعبير أو تغيير للمسار الانتخابي لصالح الجالية وصالح مصالح البلد الأم؟ نعم، في الواقع أستاذ عبد الكريم، عندما نتحدث عن صوت الجالية على أساس أنه وسط تجاذبات، أنا أعتقد أن الجزائر هي دائما يتم الزج بها بطريقة سلبية أو إيجابية في تجاذبات السياسيين الفرنسيين. نتذكر المرشح ماكرون الذي أراد أن يتقرب من الوعاء الاشتراكي ومن الفرنسيين الجزائريين مزدوجي الجنسية، أطلق هذه التصريحات التي ما زلنا نتذكرها عن المجازر وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر. بمجرد عودته إلى فرنسا بدأ يخفف نوعا ما من لهجته، وبعد أن أصبح رئيسا غير من لهجته. في المقابل أيضا مارين لوبان، اليمين المتطرف، اليمين ساركوزي، نتذكر جميع هؤلاء السياسيين كانوا يستخدمون ويلعبون على وتر الجزائر، سواء من أجل كسب أصوات من الذين يصوتون لصالحهم أو يصوتون ضد الجزائر. الآن الجالية الجزائرية، عندما نتحدث عن الصوت الجزائري، هو في الواقع الصوت الجزائري لا يصوت. هناك مزدوجو الجنسية، من يحملون الجنسية الفرنسية. هناك وهم بيع كثيرا للأجانب وللجزائريين على أساس أن اليسار كان يدافع عن الجزائر، ولكن نتذكر بأنه كانت هناك عدة قرارات تحت ظل حكم الاشتراكيين هي التي نفرت الفرنسيين من أصول جزائرية من هذا اليسار الاشتراكي ودفعت بهم إلى التوجه إلى أحزاب أخرى. هناك حاليا بعض السياسيين يصطادون في هذه المياه العكرة ويحاولون تأليب بعض الناخبين من أجل كسب الأصوات عندما يتم الحديث عن الجزائر، لأن على عذر على المقاطعة، على وقع خاص عند الفرنسيين. في ذكرك أن هناك بعض السياسيين المسؤولين، السلطات الجزائرية تتحمل جانب من المسؤولية، فنحن دائما نفيق في اللحظات الأخيرة لنتحدث عن صوت الجالية، لأن هناك عمل مسبق يجب أن يتم إلى جانب هذه الجالية من أجل كسبها، وأيضا هناك عمل مسبق يجب أن يتم مع الأحزاب الفرنسية. على فقط أستسمحك وعذرا على المقاطعة، أريد أن أقول أن حتى الشارع السياسي والطبقة السياسية في فرنسا لا يوجد صوت واحد فقط، وهو ما سمعناه مع إريك زيمور. فلنتابع ما يقوله جون ليك ميلونشون، من هنا سنفهم التوازنات وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به الجالية الجزائرية بفرنسا خاصة. نتابع ما جاء في كلمة جون ليك ميلونشون. excédé de voir comment sont traités les musulmans dans notre pays sur toutes les tribunes. Voyez-vous, les musulmans de France, les musulmans d'une manière générale, n'ont jamais manqué à la France, ni à Monte Cassino, ni au débarquement de Provence. Jamais ils n'ont manqué à la France, alors que bon nombre de ceux qui leur font des leçons, eux, ont manqué à la France, dans d'autres générations. Par conséquent, je vais vous dire une chose, madame, qui concerne vos enfants comme les miens. Il va falloir qu'on vive tous ensemble, quelle que soit notre religion. Et ça ne sert à rien de montrer, de faire sortir une pâte qui ne reviendra plus jamais dans le tube si on la laisse sortir. Cette pâte, ça s'appelle la haine, ça s'appelle la stigmatisation, ça s'appelle insulter les gens à cause de leur prénom, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait une réaction. Jusqu'au jour où j'ai pu avoir à BFM le débat salutaire que j'y ai eu, eh bien, voyez-vous, des tas de gens pensaient qu'on était tous d'accord pour dire oui, les musulmans, en gros, comme il y en a qui sont radicalisés, ils sont tous insupportables. Ce n'est pas mon avis. Voilà. Ce qui nuira le plus à la France, ce sont les haines religieuses. Voilà. Alors, les radicaux, quelle que soit leur religion, m'insupporte au dernier degré.
les radicaux qui tuent au nom du Christ 90 personnes ou qui vont tirer sur une mosquée comme ça a été le cas en Zélande m'exaspèrent et n'ont rien à voir avec le christianisme. Les radicaux qui tuent des gens ou qui en égorgent au nom de l'islam n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà ma conviction profonde. إذن ملخص كلمة ميلونشون لما تكلم عن المسلمين أغلبية المسلمين في فرنسا يا إما عرب يا إما أجانب كيف تقرأ ما جاء في كلمة ميلونشون الأستاذ محمد؟ صراحة ميلونشون عطى درس وفكر التاريخ يعني تاع فرنسا كي تكلم عن المسلمين اللي شاركوا يعني في الحرب مع ألمانيا في الحرب العالمية وكنا شاك فوا اللي ميتي devant le fait accompli et puis offrant. Donc au fakr zidon madame tkellmna al riyada w al nihai kas al arab nfakrou برك في لما فازت فريق فرنسا بكاس العالم 98 صورة زين الدين زيدان كانت على لاك دو تريون في باريس وهذاك الوقت كنا نقولوا زين الدين زيدان بريزيدون دونك كي يكون يعني واحد يحقق نتائج في صالح فرنسا تكلموا عليه كفرنسي كي يكون مشكل نتفكروا باللي اصول جزائريه ولا مغاربيه حتى يعني تلك الصدمه يعني ضربه على الراس اللي كانت ضد ماتيرازي كان المعلق الرياضي في كانال بيس يتكلم على زيزو زين الدين فيما بعد اصبح زين الدين زيدان دوريجين الجيريا يعني ذكروه بالاصول تاعو نعم السلوك هذا السلوك هذا بالعنف الجزائري وكان الجزائري هو هذا هو سلوك الجزائري نعم. هذه الصوره اللي حبوا يسوقوا لها ولكن انصفه التاريخ واليوم راه عنده تمثال ربح للوقت الاستاذ بنخروف برايك ما قاله الان ميلونشون هل يتوافق وما تصبو اليه الجاليات المكونه او المشكله للوعاء الانتخابي في فرنسا بحكم الجالية التي تعيش في فرنسا يجب أن نكون موضوعيين نعم. الجالية لما تنتخب الجالية كلها يعني شهرين ليسوا من طبقة الأرستقراطية ليسوا من طبقة الغنية وبالتالي اليمين من يصوت على اليمين الطبقة الأرستقراطية الطبقة الغنية نعم. أما الجالية فتعتبر من طبقة اليسارية يعني الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة وبالتالي نعم. الحوار أو النظرية السياسية اليمينية لا تتطابق مع تطلعات الجالية الجزائرية وبالتالي فهي تقترب ممن يستمع إليها من يستمع إليها اليسار فاليسار يعني عبر مرور الزمن منذ فرانسوا ميتيرون الذي أعاد وهل حقق اليسار دائما ما كان هذه المشكلة من وعود انتخابية هذه المشكلة لأنهم يقعون في تناقض دائما أذكرك بأن اليسار الذي جاء به جون فرانس ميتيرون أعطى حريات كثيرة للجاليات وأدمج الجاليات يعني هو أول من صاغ قانون وبعد شراك أكدوا أن يعطي حق للجاليات مثل حقوق الفرنسيين في المواطنة في المواطنة لكن ماذا حدث من بعد؟ حدث من بعد وأحدث خلط في الأمور إيريك زمور يتحدث عن اللاجئين السياسيين وكأن اللاجئين السياسيين هم الذين يمثلون 8% من المجتمع الفرنسي هذا خطأ حتى يعني يغلط به الرأي العام الفرنسي يتحدث أيضا على البطالين من صنع البطالين في فرنسا المشكلة عندما فرنسا تقبل واحد باش تعطيه أوراق إقامة لازم يفرض أنه يشتغل أنه له سكن أنه له يعني كلها ولما يطيح لما يعني يبذل مجهوده من أجل بناء هذه الدولة الفرنسية معليش نقول هذا فرنسي لكن لما يعني موجودة حتى الفرنسيين يعني حوادث الحياة اليوم فقد العمل تاعه نشير إليه بأصابع الالتهاب وكأنه هو نعم. أساس مصائب فرنسا وهو أساس مشاكلها وهو أساس كذا ربح للوقت الأستاذ بخروف الدقيقة الأخيرة للأسف الدقيقة الأخيرة نعم. لا الدقيقة الأخيرة حتى نشرك البقية الأستاذ محمد هاني باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية منتخب برلماني كيف ترى ما هي السبل أو الوسيلة التي يجب أن تلعب الجالية الجزائرية دور مهم في تعديل الكفة أو المقايضة مع المترشحين الفرنسيين للانتخابات الرئاسية المقبلة. نرافق الأخ على الدين اللي تكرم قبل بليك حنا شاك فون اون سو لاس وديرني مومون باش نتكفلوا بالجالية. اليوم المهمة الأولى نعم. نتكلموا على لجنة الشؤون الخارجية التعاون والجالية يلزم نكريو ان لوبي. اللوبي عندنا 6 ملايين جزائري نعم. ومنهم 2 ملايين و200 لازم يكون لوبي ما نستناوش دقيقه الاخيره نعم. اليوم تغيرت ماهيش الهجره تاع سنوات التسعينات فعلاً. من كان كما ذكرت الاستاذ ملي نعم. كانوا سي دي زومبلوي ولا كاين جاليه كاين كاليتي كاين دي ميدسان دي دكتور ديتا اللي يقدروا يجيبوا ان بلوس نو سولمون للجزائر
كأولاد الوطن ونتفخروا بهم وزيد الفرنسا الكلمة تاعهم موجودة وعندهم كلمة وعندهم يعني مجال وين يقدروا dans tous les domaines économiques, socio-économiques, culturels, يقدروا يعني يسيطروا كلمتهم التما وعندهم كلام يعني يقولوا في فرنسا ود لوت كوتي بيان سور في بلادهم اللي نحتاجوهم فعلا وبرهنوا في كل يعني dans toutes les crises بلي كيتضامنوا مع بلادهم ونعتبرهم بيان سور دي الجيريان ا بارونتيير سي ان ميساج كو جو لونس على لا كوميونيتي فوز دي الجيريان وبلادكم تحتاجكم مي تحتاجكم دي دو كوتي اكيد اكيد وبامكانهم ان يلعبوا دور حتى وهما في البلد المضيف على الدين الوقت للاسف سمعت واش قالوا الضيوف داخل الاستوديو برايك وانت المقيم هناك والصحفي المتابع خاصه ان هناك بدايات للحمله هل ما زال اليسار الفرنسي هو الحلم المنشود والمرغوب بالنسبه للجاليات التي تشكل الوعاء الانتخابي بفرنسا نعم قبل الحديث عن يسار عبد الكريم يعني عندما يتم الحديث عن الجالية الجزائرية في الخارج يجب أن تتغير الذهنية تغيرت في كرة القدم كان هناك دائما عقدة اللاعب الذي كون في الجزائر والذي ولد خارج الجزائر الآن مع بالماضي ومع نجوم الحاليين أعتقد بأن هذه الذهنية انتهت فيجب أن تنتقل هذه الذهنية إلى عالم الاقتصاد إلى عالم السياسة إلى عالم الصحافة إلى عالم الأدب إلى عالم الثقافة إلى جميع العوالم لأنه من خلال هذا التواصل وهذا العمل المسبق الذي هو في الواقع يقع على عاتق السلطات الجزائرية وممثلي الدولة الجزائرية في الخارج بالتواصل مع النخب بالتواصل مع الطبقات الشغيلة لمعرفة كيف هو توجهها السياسي وبعد هذا لدينا أمثلة داخل الجزائر هناك سفراء أجانب يقومون بالالتقاء مع الأحزاب الجزائرية قبل الانتخابات هذا العمل أعتقد بأنه منعدم بالنسبة للسلطات الجزائرية في الخارج أنا لم أشاهد مسؤولين جزائريين التقوا مع حملة ميلونشون مع اليسار مع اليمين حتى مع أقصى اليمين عندما يتم التعامل مع الأحزاب يتم التعامل مع كافة الأحزاب من أجل معرفة موقف هذه الأحزاب من الجزائر ومعرفة موقف الجزائر من فرنسا فيجب تغيير الذهنيات أما اليسار المشكلة الكبيرة سيد ميلونشون لديه خطاب إنساني وخطاب واقعي وخطاب يمثل اليسار الحقيقي الذي تحدث عنه سيد منخروف بالقول بأن ميترون كان يمثله المشكلة أن ميلونشون يدافع عن مواطنين فرنسيين ومسلمين وجزائريين ومغاربة وتونسيين في الواقع هم على قطيعة مع العمل السياسي الفرنسيون من أصول أجنبية لا يصوتون لا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وهذه مشكلة كبيرة لو كان الأجانب والمسلمون يصوتون في هذا البلد حقيقة تغيرت الموازين منذ فترة ميلونشون حصل على 7 ملايين صوت في الانتخابات السابقة أعتقد بأنه لن يحصل على هذا العدد في الوقت الراهن لأن اليسار مشتت وعندما نشاهد تصريحات اليسار مونبورغ مثلا يا للعجب الذي يعني أصوله جزائرية هدد بأن عندما كانت المشكلة بين فرنسا والجزائر بمنع التحويلات الجزائريين من فرنسا إلى الجزائر فعادة النيران الصديقة تكون هي الأكثر مميتة وهي التي تصيب بالأذى أكثر فيجب أن يكون هناك تعامل براغماتي مع الجالية جيد. مع الأشياء جيد. بطريقة على عقلانية على وعملية لهذا كل الانشغالات كنا نصر اليوم ونشكر ضيفنا الأستاذ محمد هاني حضر معنا أولا كمنتخب وثاني يعرف مشاكل الجالية نتمنى أن تجد أذانا صاغية في 5 ثواني كلمة ختامية على ونحن لك شاكرين على قبول الدعوة ووجودك معنا لا شكرا عبد الكريم عين على الجالية برنامج في الواقع الجالية والجزائريون في الخارج هم بأمس الحاجة إليه شكرا على هذه المبادرة نتمنى أن يكون هناك التواصل الثقافي الأدبي أن لا يكون هناك القطيعة أن لا يكون التعامل مع الجزائريين الذين يعيشون في الخارج فقط من جانب مادي حتى للأسف الجانب المادي هو غير موجود
الجزائريون في الخارج هم بالملايين، والتحويلات من فرنسا ومن الدول العالم إلى الجزائر هي فقط تقدر بأقل من 2 مليار دولار. نعم. جيراننا شرقا أو غربا التحويلات هي بين 6 و7 ملايير دولار. لن نتحدث عن المصريين الذين يدفعون ب 30 مليار دولار لوطنهم الأم. فيجب تغيير الذهنيات حقيقة من أجل النهوض بهذا البلد، لأن الجميع يحب الجزائر ويريد الخير لها، ولكن يجب الخروج من هذه الذهنية والخروج من العراقيل السابقة، لأنه المستقبل لهذه الطاقات. وأنت مثال لذلك الحب. على ابقى معنا الأستاذ بن خروف في 5 ثواني، الوقت ذهب للأسف. في عوجانا نعم. للأسف الشديد موضوع نعم. شيق، لكن فعلا آخر نعم. منذ قليل نعم. الحصة هذه عين على الجالية نعم. هي ترافق الجالية ترافق تطلعاتها ترافق آمالها وترافق أيضا آلمها نعم. وأعتقد نعم. أنه إذا كان في إرادة سياسية من طرف الجميع لإعطاء هذه الجالية نفس جديد وإعطائها ثقة جديدة للاهتمام بها، فأعتقد أن الجالية أيضا لها وعي سياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تدافع عن حقوقها بنفسها بالورقة التي تمتلكها، وأن تضع خبرتها وتجربتها في فائدة الجزائر، بشرط واحد، أن تكون الجزائر هذه الإرادة السياسية مرهونة بخطوات عملية تطبيقية على أرض الواقع، ليس بنفس الأساليب السابقة، ليس بنفس الأشخاص السابقة، لكن فيه وجوه جديدة، فيه شباب يعني يتمسكون بجزائريتهم بوطنيتهم، أيضا يتمسكون بالعالمية من حيث النشاط والابتكار والعلم. وبالتالي أعتقد أن الفرصة اليوم متاحة للجزائر ولجاليتها وأبنائها حتى تضافر الجهود من أجل صناعة مثل ما قال الأخ منذ قليل لوبي، هذا اللوبي مثل كم طمحنا وكم كنا نطمح ولازلنا نطمح لهذا اللوبي أوكي. الجزائري. شكرا شكرا الفرص. شكرا محمد. الأستاذ محمد، حضورك معنا كان بمثابة الحكم المدافع والقاضي في نفس الوقت، سمعت الانشغال، كلمة ختامية. سوف أكون مهاجم في هذه اللقطة. تفضل. سوف من أخ علاء نعم. قال كلمة صحيحة، يعني ما كاش لقاءات مع الأحزاب السياسية الفرنسية، سوف نطمئن وهو احنا بالنواب الموجودين في فرنسا خاصة، رغم يعملوا عمل جبار، كان ديجا اتصالات وكان لقاءات مبرمجة إن شاء الله في الأيام القادمة، ويكون يعني نظرة جديدة. المجلس الشعبي الوطني بالنواب خاصة النواب الجالية كاين نظرة جديدة للجزائر الجديدة. So, il y aura des contacts, nous sommes pour parler et on va avoir des points où inshallah نتعاونوا مع الاخ علاء وتكون عندي فرصة تلاقى في باريس ان شاء الله. ان شاء الله هو متواجد، والابتسامة من بعيد يبادلنا التحية. مشاهدينا الكرام، الحدث رياضي، فلهذا يجب ان نخلي الاستوديو للزبلاء الذين سيأتون بعدنا. اشكركم. الوقت للاسف نعم. نعم. قال لك جبنا الكحلوشة واليوم جبنا العربية ومازلنا المونديال ان شاء الله العمل. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام، اشكر لكم كرم المتابعة، ولا يفوتني ان اشكر ضيوفي داخل الاستوديو، الاستاذ محمد بن خروف رئيس رابطة الكفاءات الجزائرية بفرنسا، شكرا استاذ، والاستاذ محمد هاني رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، شكرا لك سيدي نائب. وكان معنا عبر خدمة سكايب الزميل الإعلامي علاء الدين بونجار من باريس. مشاهدينا الكرام، موعدي بكم يتجدد الأسبوع المقبل، عين على الجالية وموضوع آخر للنقاش. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير، وأجدد تهانية إلى كل الشعب الجزائري وأشبال بوقرة. أمسيتكم سعيدة، ألقاكم بخير وإلى اللقاء. يعطيكم الصحة.